النهاردة أنا جاي أحكي لكم حكايتي. كنت شاب عادي جدا، دي كانت بدايتي. يوم في يومها والدماغي رحت لمعدتي، سبت بطني تحب أكل خالتي وعمتي، المحمر والمشمر كانوا لعبتي، الفريك مالوش شريك محلاه في بطتي، كنت عدو أي رياضة فباظت صحتي، وابتديت أكل كتير أكتر من اللزوم، كنت بضرب غوص وفجأة في الصواني أعوم، أي فرح كنت راشق بالبوفيه أقوم، حتى لو معرفش حد ولا مش معزوم، لما خدت قرار أخس ربع ساعة لقيته فس، كل يوم بكلبز أكتر مش قادر أخبي، حتى قطي من ختي بدخلها بجنبي، اتكعبلت في بنت حلوة أحلى من البنيه، قلت لازم أقابلها ولبست الكرسيه، وابتدينا في الكلام في قعدة كافيه، لسه في البداية ولسه في أول كلمتين اتفك كرسي وكرشي بقى قدامي مترين، ضحكوا عليا وأنا قاعد كل الموجودين، اكتئبت حبة لكن رجعت لعقلي، وابتديت بجد إني أتحدى في نفسي، كل يوم باكل كتير قلت بس ليه، هو أنا هفضل متختخ يعني ولا إيه؟ من ساعتها انا قلت لازم اخس ببساطه، لازم من النهارده انزل والعب بالرياضه، وبعزمتي هقدر اكل كل يوم خفيف، اول يوم رجيم بجد كان سهل ولطيف، في الفطار انا اكلت بس 30 رغيف، تاني يوم في الجيم رايح مستعد ليه، الحكايه مش محتاجه يأس او غتاتة، هاكل على قدي والعب كل يوم رياضه، يوم في يوم صحتي احسن ونسيت الكسل، وكمان اسبوع مسافر على شهر العسل. الرياضة الرياضة ده طريقك للسعادة، الحكاية مش كبيرة اتعود وهتبقى عادة.